البداية مع العناوين. العفو العام يهز مجلس النواب من جديد، والكابيتال كنترول إلى اللجان. رياض سلامة لم نصل إلى مرحلة الإفلاس، والمتظاهرون يشيطنون المصرف. الإعلان عن آلية دعم السلة الغذائية، فماذا تضمنت؟ الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر موقع otv.com.lb ومن خلال صفحاتنا عبر فيسبوك وتويتر. البداية من اليونسكو، حيث عقد مجلس النواب جلسة أبرز ما على جدول أعمالها اقتراح قانون العفو العام إضافة إلى الكابيتال كنترول. للمزيد تنضم إلينا مباشرة الزميلة جويس نوفل. جويس يعطيك العافية، يعني وين صرنا بالبحث؟ عم نشوف النواب عم بيطلعوا ويحكوا عن موضوع العفو العام، وكمان هنالك 1200 مليار يلي كان في اعتراض من النائب نجيب ميقاتي عليه. جورج، بس خليني أبدأ من الآخر يلي كان في هذه الأثناء. أقر البند الرابع من 37 بند، لا نزال في البند الرابع الآن أقر، يلي هو حول آلية التعيينات بالفئة الأولى، تحديد آلية التعيينات بالفئة الأولى بالإدارات العامة وبالمراكز العليا بالمؤسسات العامة. أدخلت بعض التعديلات عليه، من أبرزها أنه لا يحق للوزير بإضافة أي من الأسماء، فقط من ترفع أسماء إلى مجلس الوزراء يختار منها مجلس الوزراء اسم. تكتل لبنان القوي صوت ضد هذا الاقتراح القانون، ولكن تم يعني الموافقه عليه من قبل مجلس النواب. ما هذا هو القانون يلي يحدد آلية التعيينات الفئة الأولى بالمراكز والإدارات العامة في لبنان. بالعودة إلى يعني مسار هذه الجلسة، صرنا ساعة 2:15 وبعدنا بالبند الرابع، لأنه الجزء الأكبر من المناقشات كانت حول هذا البند جورج، وحول بند 1200 مليار أو فتح اعتماد من موازنة 2020 الذي أقر بعد سلسلة من المواقف. فيما خص قانون العفو العام، هو البند الثامن، وبالتالي لم يتم الوصول إليه بعد في بنود، بالتالي بعد في بنود وصولا إلى قانون العفو العام. كنا حكينا بالرسالة الأولى عن وجهات النظر المختلفة بين الكتل النيابية. صراحة ما بعرف شو حكيوا النواب يلي حكيوا هون، لأنه نحن جوا معزولين تماما عن ما يتم الحديث عنه في الخارج، ولكن بطبيعة الحال هذا الانقسام بالمواقف حول قانون العفو العام كنا حكينا عنه قبل، وكان آخر المتكلمين النائب فادي سعد عضو تكتل الجمهورية القوية الذي قال أنه هن ضد هذا القانون وينضمون بهذا الموضوع إلى تكتل لبنان القوي، وبالتالي عكس بعض حلفائهم مثل ما قال النائب فادي سعد. ينتظر ما ستقول إليه الأمور فور البدء بمناقشة البند الثامن وهو المتعلق بالعفو العام. رح أرجع للي صار بهذه الجلسة، وتحديدا في البند الأول يلي سقط، يلي هو جورج المتعلق بالموافقة على انضمام لبنان إلى المنظمة الدولية للهجرة. كان هناك كمان آراء مختلفة، وتحديدا تم ربط هذا الموضوع بالنزوح السوري إلى لبنان، وسقط وأعيد إلى اللجان. أيضا مشروع المتعلق بالإسكان باتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة بقرض يخص مصرف الإسكان، تم إرجاؤه إلى بعد الظهر، لأنه كان هناك طلب لمعرفة يعني الأمور المتعلقة إن كان بسعر صرف الدولار تحديدا، كيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع، وطلب جواب حول هذه النقطة جورج تحديدا، وبالتالي أرجع إلى جلسة بعد الظهر. المشروع القانون كما ذكرنا اللي هو فتح اعتماد إضافي بموازنة 2020، هيدا يلي أخذ يعني أخذ ورد كتير كبير في هذه الجلسة. بعود وبذكر أنه بالجلسة السابقة كان تم تطير النصاب من المستقبل،
وبالتالي اليوم ايضا كان هناك اعتراض على هذا الموضوع واضح من قبل تيار المستقبل وايضا من قبل اللقاء الديمقراطي ونواب اللقاء الحزب الاشتراكي يلي كانوا عم يبدو كلامهم انه نحن منا ضد مساعده اللبنانيين ومن يحتاج منهم من العائلات تحديدا في هذه الفتره، ولكن هناك بعض الشوائب. وكان تحدث النائب اكرم شهيب تحديدا انه نحن وصلنا قانون، مشروع قانون من الحكومه بسبع اسطر فقط، هذا الكلام. وايضا كان قال اكثر من نائب من تيار المستقبل واللقاء الديمقراطي انه اليه يلي اعتمدتها الحكومه بتوزيع على 400 ألف ليرة على العائلات الأكثر حاجة والتي انتهت منها قبل أيام اعتبروها أنه ما كانت ناجحة، فرد رئيس الحكومة حسن دياب على هذا النقطة وقال أنه لا كانت بالفعل ناجحة على عكس ما قال بعض النواب. وأيضا نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر فردت أيضا تحديدا على النائب أكرم الشيب يلي قال أنه نحن تسلمنا سبع أسطر حول فتح اعتماد ب 1200 مليار ليرة وما بنعرف كيف هي هذه الآلية التي ستعتمد، بينما أكدت أنه هذا الموضوع غير صحيح وأنه تم توزيع هذه الآلية أو مش الآلية خلينا نقول كيف ستقسم هذه الأمور على القطاعات وتحديدا لخلق شبكة أمان اجتماعية بهذا الموضوع، وبالتالي قالت أنه هذه النقطة غير يعني مش مثل ما قال عنا أنه مش واضحة. فند رئيس الحكومة كل هذه المواضيع المتعلقة بال 1200 مليار ليرة، وأيضا قال الرئيس دياب رئيس الحكومة حسن دياب أنه هذه النقطة تحديدا هي لتشكيل شبكة أمان اجتماعية، وال 1200 مليار رح تكون عم تساعد حوالي ربع مليون عائلة أو ما يقارب 1300 مليون شخص معوزين إن كان في القطاع الصناعي في القطاع الزراعي في القطاع الحرفي. وأيضا كان هناك جدلية أو مش جدلية يعني تم طلب انه ينضاف مبلغ 300 مليار او يحدد يمكن يكون اكثر، هذا الموضوع ايضا طلب فيه رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل تحديدا بقوله انه هذا المبلغ يجب ان يكون للتعليم الخاص لانه يمر كما سائر القطاعات بأزمة، وبالتالي ستعيد الحكومة مشروع يتعلق حصرا بزيادة مبلغ على 1200 مليار يكون مخصص للتعليم الخاص أو للشأن التربوي، لأنه كمان كان هناك وجهات نظر مختلفة بهيدا الإطار. أيضا اللافت كانت مشاركة سعد الحريري كما ذكرنا في الرسائل أو في الأخبار التي تم إرسالها. أيضا كان هناك كلام حول في سياق الكلام عن التعيينات القضائية، كان هناك كلام من النائب فريد الخازن حول التعيينات الإدارية، هذه الآلية يلي وضعها رئيس لجنة الإدارة والعدل، فكان هناك كلام للنائب فريد الخازن عن التعيينات القضائية ويلي قال أنه الحكومة تحتجز هذه التعيينات، كيف نحن عم نحكي عن تعيينات والحكومة تحتجز تعيينات، فما كان من وزيرة العدل ماري كلود نجم إلا أنه ردت على هذا الموضوع وأنه قالت أكدت أنه الحكومة لا تحتجز هذه التعيينات، وكشفت وزيرة العدل أنه مجلس القضاء الأعلى رفع له ملحق حول هذه المناقلات القضائية قبل أيام، وهي بدورة يعني رفعت هذا الملحق إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، وهذا يعني الأمر جديد بالنسبة لموضوع المناقلات القضائية أو ما يعرف بالتشكيلات القضائية. أيضا كان هناك تعليق من الوزير باسيل حول موضوع التعيينات تحديدا، أيضا فهو قال أنه إقرار هكذا آلية في التعيين بقانون اعتبره مس بالدستور وتحديد لصلاحيات الوزير، وقد كانت لنا على حد تعبير الوزير باسيل تجارب مع هذا التصور، أحيانا كانت مفيدة وأحيانا ما كانت مفيدة وأحيانا تم تجاوزها. وقال أنه أيضا كان هناك بعض الكفاءات اللي كانت ترفض أحيانا الخضوع للامتحانات،
وقال رئيس تكتل لبنان القوي أنه الأجدى أن يكون هناك قانون ينظم عمل مجلس الوزراء ككل. وبالتالي بعود وبذكر أنه تكتل لبنان القوي صوت ضد هذا القانون. نعم في آلية تحديد آلية التعيينات في الفئة الأولى في المؤسسات العامة. هذا مختصر قبل الظهر. بنستمع إلى أبرز ما قاله النواب الذين خرجوا في الجلسة. خليكم بس جورج بركي بده يقول شيء. سعد الحريري النائب سعد الحريري وهو يخرج من هذه القاعة، فيما لو كان في أي كلمة لسعد الحريري سيتكلم سعد الحريري. جورج سيكون هناك كلمة لسعد الحريري الذي شارك في هذه الجلسة. رح نستمع له عبر البوديوم. يعني كان هناك أيضا، خليني أشير جورج إلى حين بدأ الكلام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، لأنه كان أشار النائب حسن فضل الله عن الآلية أنه أول من طرح هذا الموضوع كان الوزير محمد فنيش، وخلال كلمته قال أنه أيضا يجب الربط بين أنه محمد فنيش كان أول من تحدث أيضا أو بعهده صارت قصة سوناتراك. نستمع. قلت الرئيس بري على الجلسة جاهزين، ونحن دائما يعني جاهزين لنخدم هذا البلد، خاصه بالقوانين اللي تسمح للمواطن اللبناني انه يكون في شفافيه وتحسين وضع الدوله، وايضا يعني طريقه العمل بالدوله. اليوم في عده قوانين مهمه مقترحه. البعض بالاعلام فكر يعني كلامي على موضوع التعيينات انه انا ضد. انا مع انه الموضوع ينعمل بشكل صحيح. اليوم صوتنا مع القانون تبع كيفيه اختيار او اليه الاختيار للفئه الاولى وغيرها. هلا حنشوف انه اكيد في البعض حيروح يطعن فيه، لانه يعني في مراء لانه لا انا بدي عين الوزير، انا بدي عين هالشخص مثل ما بدي. احسن شيء بيصير بالدوله انه يعني القوى السياسيه ترفع ايدها عن هيدي التعيينات، وهذا شيء كويس. وانا كمان باكد انه يعني نحن كتلتنا ماشي بهذا الموضوع وحنكمل بهذا الموضوع. فيعني بشكر جورج على هيدا الاقتراح، وبس بتمنى انه ما ينطعن فيه. ما بدي ليك خليني اقول لك شغله. لا تيار الوطني الحر بده كل البلد يعني، مش بس بس مش تفضلي. في كثار بيقولوا مثلا جبل محسن باب التباني لازم تتوسعوا شوي بدائره المستفيدين من هذا العفو وتطوا هيدي الصفحه، يعني يلي كانوا اخر شيء ضحيه تجاذبات سياسيه. يعني اكيد هو العفو القانون ينصف يعني جزء كبير من الناس، وهذا القانون نحن يعني بالنسبة لنا مهم جدا، لأنه فعلا في ناس مظلومة وفي ناس دخلت على السجون بإشارات يعني ولا بأحكام يعني فظيعة، أخذت يعني 20 سنة على يعني. في مثلا أخبركم قصة، ولد عمره 15 سنة عملوا له حكم إرهاب لأنه كان عم يلعب على البلاي ستيشن، وصلت له رسالة على البلاي ستيشن من الواحد بداعش. طيب معقول؟ طيب هذا بدل ما يروح على سجن الأحداث كان بالبداية، ما لازم يتعامل هيك. ففي مئات من هالأشخاص، وفي ناس كمان يجب علينا أن نعفو عليها، خاصة كان في اضطرابات يعني قبل ال 16 وال 15 وال 14، يعني كل البلد كان يعني في عدم استقرار امني ابدا يعني كثير كبير. هول يجب كمان ان يعفى عليهم. بس مش بس لحظه شوي. البعض عم يحاولوا يصوروا هذا الموضوع انه كانه بدنا نفلت مجرمين، يعني قتيلين قتلة، وهيدا مش نحن مبتغينا، مبتغينا انه نحن نطلع الناس اللي حك يعني صار في ناس قعدت 4-5 سنين بدون ما تروح ما يصدر عليها حكم ولا يروحوا على المحكمة. في نص بقلب العفو، في نص بقلب العفو محطوط بهذا الموضوع. ما بعرف ليش فجأة اليوم
صار في تغيير بموقف بعض الأفرقاء السياسيين، مثل مين؟ مثل اللي عملوا تويت يعني، مثل مين يعني؟ فلذلك نحن حنكمل للآخر بالعفو العام. نتحمل شو؟ نتحمل شو؟ نتحمل مسؤولية عدم اقرار العفو العام وعدم طرحه يا حبيبي مجلس النواب. الان لما صرتوا معارضه يؤخذ عليكم بانه هلا انتم عم تطالبوا بحقوق الناس اللي هن مظلومين بالسجون ولم ينفذوا امام اي قاضي تحقيق واحد. هلا هيدا رايك انت؟ هيدا اللي صار. لا مش هيدا اللي صار، اللي صار اللي صار اللي صار حبيبي هو انه نحن حاولنا نعمل قانون عفو بإجماع مع الجميع. قانون عفو ما فيك تعمله إذا ما عندك الأصوات. شو بفيد تيار المستقبل إذا بيطلع تيار المستقبل بصوت على قانون عفو ما بيمر؟ بدك تجيب أكثر أصوات لهيدا القانون، قانون العفو، لحتى تقدر يمر بمجلس النواب. إن شاء الله بيمر. على اي صيغه؟ صيغه العفو العام. ايه في صيغه هيدي اللي حنوافق عليها. حنوافق عليها. انا اسمع، بعيدا عن العفو العام عم بحكي حضرتك سواق اتهام على تيار وعلى وزير الدراما المسؤول. البعض يقرا في مواقف انا قلت تيار الوطن الحر ما تأنيتك يعني. اوكي عني البعض مثل الوزير بس طيب خلينا بس كفي. البعض يتحمل، لا هلا بيعملوا لي مهلوسين النيو تي في هلا. دكتور رئيس، البعض يلي بيسمعك بهذا الكلام هلا عمل لي مهلوس كمان. يلا عم تفضل الجديد او الاو تي في ما بعرف. ما انتوا اثنين يعني صرتوا قراب لبعض، واحد واحد لو سمحت دكتور واحد بيرفع والثاني بيكبس. فهمت علي كيف؟ انه البعض وقت يسمع هذا الكلام بيقول انه اين كان تيار المستقبل؟ ما هو كان حاكم طيله السنوات الماضيه، وين كان من قصه التعيينات؟ والله شوفي بدكم تحطوا، انا بدي اقول لك شغله، بدكم لحظه شوي، بدكم تحطوا 30 سنه حق على الحريري يحطوا الحق على الحريري السياسي، بدكم تحطوا الحق على سعد الحريري يحطوا الحق على سعد الحريري، ولكن بدي اقول لكم شغله واحده، العالم تعرف الحق على مين، والعالم عارفة شو اللي صار بالبلد. ونقطة على السطر وشكرا. على مين الحق؟ إذن استمعنا إلى سعد الحريري من مجلس النواب، ونتابع في سياق النشرة. غرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على حسابه عبر تويتر قائلا: العفو عن أصغر جنحة تسبب ضررا معنويا فقط، هو تشجيع لمزيد من فلتان الأخلاق والأداب، كيف إذا كان المطروح أيضا تخفيض عقوبة الذين قتلوا عسكرنا. الزمن لتشديد العقوبات وخاصة بالفساد وليس للتهرب من أقرار قوانين مكافحته مثل لما يحدث اليوم. العفو هو إفلات من العقاب، وهو جريمة جديدة بحق الوطن. وبالتزامن مع الجلسة التشريعية، نظمت مجموعة من الشبان اعتصاما على مقربة من اليونسكو اعتراضا على المادة الثامنة من قانون العفو والمتعلقة بالمبعدين الى الاراضي الاسرائيلية، رافعين شعارات تعتبر هؤلاء عملاء وتطالب بمعاقبتهم. وقد انتهت الخطوة باشكال مع القوى الامنية. في بعبدة التقى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، الذي أطلعه على أوضاع المحافظة والإجراءات المعتمدة لمكافحة وباء كورونا، إضافة إلى عدد من حاجات المنطقة. واستقبل رئيس عون رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية السيدة نايلة دفريج، وعضو الهيئة التنفيذية السيد نبيل نجار والمايسترو هارود فازيليان، الذين أطلعوا رئيس الجمهورية على الحفلة الموسيقية التي ستقيمها اللجنة في شهر حزيران المقبل في قلعة بعلبك، تأكيدا على الدور الثقافي والفكري للبنان على رغم الظروف التي نعيش. وستقام الحفلة في معبد باخوس من دون حضور لمناسبة مئوية لبنان كبير. ويبقى الأبرز في استقبال رئيس عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامي، وقد تداول الرجلين في الأوضاع النقدية والمصرفية في البلاد والتعاميم التي أصدرها مصرف لبنان لمعالجة الأوضاع المالية وتأمين تمويل الحاجات الأساسية
مثل المحروقات والطحين والأدوية والمواد الغذائية. وأوضح الحاكم سليم أن هذه الإجراءات المالية مستمرة لضبط أسعار هذه الحاجات الضرورية للمواطنين. ونعود إلى مجلس النواب للاستماع إلى كلمة النائب جورج عدوان. الكتل يلي كانت مأيدتنا والمستقلين، لأنه بالفضل لهم اليوم قدرنا نقر هالآلية وقدرنا نبعد لبنان من المحسوبية والاستتباع إلى محل الكفاءة عم تلعب دور كتير كبير، وأنا بعتقد هيدي صفحة جديدة عم نمارسها بلبنان، بتأمل أنه تتمارس بكل شفافية وبكل دقة لتعمل التغيير المنشود. لا لا لا، مع انه كله قلت لي انتم مش ماشيين. رح وضح، كان في نقاش، انا لم اشارك بالصياغات، كان في نقاش وكان في اجتماعات كنت عم شارك دائما فيها ودار النقاش فيها. بقدر اقوله انه لهلا ونحن كقوات لبنانيه منا هلا بعد ما انطرح القانون، بس بالصيغه يلي بالاخر وصلنا عليها امبارح بالليل نحن كقوات لبنانيه منا ماشيين فيها. يعني الكتل الرئيس هيدا امر يعود لدوله الرئيس بري، انا ما في اخذ محله وجاوب عنه. لا لا لا، ما كان هيدا الموضوع، ما تاخذ الامور على محل اخر ابدا. مش هيدا كان موضوع النقاش، موضوع النقاش كان اجمالا يدور حول ال 25% يلي بدأ التخفيض، هيدا بالنسبة لنا كان عندنا معارضة وتحفظ عليه. يعطيكم العافية وشكرا. ونتابع في سياق النشرة. أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامي في حديث لصحيفة باري ماتش الفرنسية أن سبب الأزمة التي يعيشها لبنان يعود إلى تراكم العجز في الميزانية على مدى السنوات الخمس الفائتة، حيث بلغ 81 مليار دولار، مشيرا إلى أننا كنا نفضل سداد الديون المستحقة ضمانا لاستمرار تدفق الرأسمال الخارجي. ولدى سؤاله عن مسؤولياته في تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والفقر الذي تعيشه غالبية اللبنانيين، قال سلامي: وحدهم المتظاهرون هم من يشيطنون مصرف لبنان ويشوهون صورة الحاكم. ولفت إلى أنه على الرغم من الركود الناجم عن وباء كورونا، فلبنان لم يصل إلى مرحلة الإفلاس، فالمنتجات تصل إلى الأسواق وأسعار البنزين والأدوية والطحين لم تتغير. وشدد سلامي على أن امتلاك احتياطات كافية لتمويل الواردات الأساسية إلى البلاد يثبت أننا قمنا بعملنا بطريقة احترافية، إلا لن يكون هناك مزيد من البنوك ولا مزيد من المال. ولدى سؤاله عما إذا سيحافظ على دولار على سعره الرسمي في المصرف المركزي على الرغم من ملامسته 4000 ليرة لدى الصرافين، أجاب سلامي: لا تزال المصارف تسيطر على 90% من المبادلات، ما يجنب إفقار السكان وتجنب التضخم. واعتبر أنه لا يوجد حل مثالي، لكن الاستمرار في العيش مع نظام سعر الصرف المزدوج يضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وعن صعوبة حصول المودعين على أموالهم، أوضح سلامي أنه منذ بداية الأزمة اتخذ البنك المركزي موقفا من خلال إقراض البنوك بالدولار أو الليرة اللبنانية حتى يتمكنوا من تلبية طلبات السيولة لتوفير أموال المودعين. وأضاف: للحفاظ على أموال المودعين يجب علينا أولا تجنب إفلاس المصارف. وأكد سلامي أن حكومة الرئيس دياب لم تنتقد المركزي بسبب القيود التي فرضها، بل بسبب التعميمات التي تسهل على اللبنانيين الوصول إلى ودائعهم وأموالهم، مشيرا إلى أنه بإصدارها لم نتخطى صلاحياتنا القانونية، لأن البنك المركزي بموجب القانون مستقل في القرارات التي يتخذها. ومع ذلك نسعى جاهدين للحفاظ على الحوار والتعاون من أجل مصلحة البلاد. أعلن وزير الاقتصاد راؤول نعمي عن السلة الغذائية التي ستدعمها الوزارة بالتعاون مع مصرف لبنان، وعن الآلية التي ستعمل بها، مما سيؤدي لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية. وأوضح أن الآلية التي وضعتها الوزارة تضمن عدم هدر الدعم أو تهريبه، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية، مشيرا إلى أنها تضبط السعر من المنشأ إلى المستهلك. هذا الدعم رح يوطي سعر السلع الأساسية الغذائية للمواطن اللبناني، ورح يحافظ على الأمن الغذائي،
هول هن الهدفين اللي نحن حريصين عليهم، وهيدا نحن ما بنعتبره إنجاز أبداً، أبداً مش إنجاز. هيدا أقل شيء فينا نعمله للمواطن اللبناني يلي موجوع ويلي عايز إنه اليوم نساعده. مشان هيك اعتبرت وزارة الاقتصاد إنه من مسؤوليتها إنه تجرب تلاقي طريقة حتى نساعد المواطن. هيدي السلة بتأمن كامل، وهيدي كتير مهمة، الفكرة تبعيتها كتير مهمة إنه المواطن يفهمها. هيدي بتأمن كامل المكونات الغذائية، يعني البروتيين النباتية، البروتيين الحيوانية، نشويات وغيرها. يعني مش إنه عم ننقي سلع لأنه رخيصة أو شيء، لا، بدنا نأمن كل المكونات الغذائية للمواطن بهالسنة. شو بتشمل؟ بتشمل مواد غذائية أساسية يلي عم نستوردها، بس كمان رح تشمل مواد أولية للصناعة للزراعة يلي رح يخلوا الصناعيين والمزارعين يعطونا هالسلع الأساسية. وتعقيبا على تعميم مصرف لبنان الدعم لاستيراد المواد الصناعية، كيف يقرأ الوزير السابق فادي عبود هذه الخطوة، وهل سيساهم التعميم بتحقيق الدعم المطلوب غذائيا وصناعيا؟ بالواقع التعميم طال انتظاره من الأكثر من 6 أشهر، ولكن إجا بوقته، لأنه اليوم يعني وصلنا للأخير. ومثل ما بيعرف الشعب اللبناني إنه الصناعة خسرت تقريباً 30% من القوى العاملة اللي عندها، وإجا التعميم بوقته لا ينعش الصناعة إلى حد ما. طبعاً المبلغ قليل جداً، المهم بهذا المبلغ كل قديش بده يتجدد. نتمنى نحن إنه يكون قصير المدى، يعني ربما خاصة للتصدير واحد بحاجة ل 120 يوم لنقدر هالمبلغ هذا نقلبه 3 مرات بالسنة. اجا بمحله حسب ما اجا التعميم سهل، ما في تعقيدات الكتب او الفرنسيين اللي بنشوفهم عادة، وبالطبع يعني المفروض انه يكون في سرعة بالتنفيذ. ولكن نعم، هذا سيؤدي الى مزيد من التصدير والى تخفيض الاسعار للصناعة اللبنانية بالسوق اللبناني. طبعا 3200 افضل من 4200، ولكن ما راح يعني يؤدي الى تخفيض دراماتيكي بالاسعار المحلية، ولكن بيكفي اذا كان ثبت على 3200. لانه هلا شو عم بيصير بالصناعة او مع التاجر؟ انت بتعرف انه مش كل السوبر ماركت وتجار الجملة بيدفعوا نقد عند التسليم. فمثلا السوبر ماركت بعضهم بيدفعوا منهم على 30 يوم، وفي البعض بيحاول يدفع على 60 نهار. هيدا الدفع على 30 نهار و60 نهار بيترك الصناعي أو التاجر ما ينام بالليل. إذا أنا بعت على دولار 4000، يمكن بعد 60 نهار صار دولار 6000، نعم، أو 7000 أو 5000 إلى آخره. فبالتالي الموضوع طبعا أفضل من الوضع اللي نحن فيه هلأ، هو حل أساسي ورح يغير كل يعني رح يحسن الأسعار بشكل ملموس. لا، ما رح يحسن الأسعار كتير بشكل ملموس، أفضل مما هي عليه. لازم تنخفض الأسعار أقلها 20%، خاصة إذا بقي الدولار مثلا بالسعر يلي بده يثبتوه عليه لنقول 3200، ويقدروا يدعموه ليبقى ب 3200. ومثل ما ذكرت، المهم أنه يكون نقدر نقلب هالتسهيلات أقله 3 مرات بالسنة لا يصيروا 100 أو 150 مليون 450 مليون. بس هيدا إجا بمحله وبوقته، وشكر خاص لوزير الصناعة يلي ضل ملاحق هالموضوع. بتاعك صار 6 أشهر مشتغل على القصة، إجا بوقته. كل قرش تصرفوه على الصناعة اللبنانية بيبقى أكتر من نصه على أرض لبنان. نتمنى إنه كلنا ندعم الصناعة اللبنانية، بس بحب أذكر الشعب اللبناني إنه نحن بنستورد مي
على لبنان بأكثر من 25 مليون دولار بالسنة. بنتمنى أنه أطيب مي ميتنا وصار في عنا مي سباركلينج ومي عادية مطرح ما في سلعة لبنانية. أرجوكم اشتروها. المزيد بعد هذا الفاصل. النشرة مستمرة في أخبار كورونا. أفادت وزارة الصحة عن تسجيل 7 إصابات بالفيروس، منها 4 محلية و3 لوافدة تبين لاحقا إصابتها، وذلك بعد إجراء 1459 اختبارا. وبذلك يرتفع العدد التراكمي إلى 1168، منها 79 حالة استشفائية فقط و699 حالة شفاء، فيما البقية يتمثلون إلى الشفاء في منازلهم. بعد الإشكال الذي حصل أمس في بلدة الفوارة، زار الوزير السابق غسان عطلة البلدة وطلع من أهلها وكاهن الرعية الأب عيد راشد على ما جرى، حيث تم التشديد على عدم جر الإشكال إلى مكان هو ليس فيه، مع التأكيد على ضرورة أن تأخذ التحقيقات مجراها حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من القيام بدورها عبر محاسبة المرتكبين وضمان عدم تكرار هكذا حوادث. نتمنى انه ما حدا يغطي اي مرتكب، وانه تكون هيدي حادثة فردية تنتهي بين ايدين القوى الامنية والقضاء وما تتكرر مرة تانية. مبسوطين كتير انه الصيفية هالسنة عامرة والاهالي كلهم بالضياع وعم بيزرعوا وعم بيجي لعندهم قرايبين وعم تكون الضياع مليانة. ما بدنا اي حادثة توتر هيدا الجو او تغير من هيدا الحضور الموجود، وبعتقد انه الكل بالمنطقة عم يحكوا زيت هيدي اللغة. لما يكون في بالدولة هيبة وقانون بصير كل واحد يفكر 100 مرة قبل ما يعمل الشغلة، بس إذا بيت القصة فيها فلتين كل يوم رح نشوف بكل منطقة حادثة مثل هالحادثة. فكل اللي عم نطلبه نحن إنه القوى الأمنية والنيابة العامة تاخذ مجراها بالتحقيق بهذا الموضوع. بالمنطقة هون بدنا نعيش كلنا سوا وبدنا نجرب نتعاون مع الكل. في الأخبار الإقليمية والدولية، انتخب النواب الإيرانيون القائد السابق للقوات الجوية بالحرس الثوري محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون، وذلك لمدة عام. وذكر التلفزيون الرسمي أن 230 نائبا من أصل 264 صوتوا لصالح قاليباف الذي أكسبه سجله كمقاتل في حرب 8 سنوات مع العراق في الثمانينات وقائد للشرطة الوطنية خطوة لدى أعلى سلطة في إيران الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، وعزز فرصة في أن يصبح رئيسا للبرلمان. أعلن البنك المركزي في فنزويلا عن توصله لاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على شراء الأغذية والأدوية مقابل الذهب الموجود على حسابات كاراكاس ببنك إنجلترا. وأكد محافظ البنك المركزي الفنزويلي أن البرنامج الأممي سيحصل على الأرصدة بشكل مباشر لتمويل مشتريات الأغذية والأدوية والمعدات الطبية. أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ العاملين برسالة عبر البريد الإلكتروني أن الشركة ستستغني عن 6770 عاملا من موظفيها في الولايات المتحدة، كاشفا أن الشركة تخطط لتسريح 4000 آخرين في الأشهر القليلة القادمة. وأوضحت الشركة أنها وافقت على تسريح طوعي ل 5520 من مواطنيها في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنهم سيغادرون بوينغ في الأسابيع المقبلة. وكانت بوينغ أعلنت في شهر نيسان الماضي أنها ستخفض قوتها العاملة حول العالم البالغة 160 ألفا بنسبة 10% هذا العام. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام النشرة. للمزيد تابعوا OTV دوما عبر فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.